كانت معه عائشة أم المؤمنين زوجة رسول الله في الدنيا والآخرة. كذاب خبيث، وأنا أتحدى هذا وكل من معه. بيننا وبينكم كتب التاريخ، بيننا وبينكم مراجع الأمة، والله ثم بالله ثم تالله لن تجدوا حرفا واحدا يؤيد أن معاوية كان يقاتل عليا على الكرسي، أبدا لن تجدوا. قال ابن تيمية: وسيرة معاوية من خير سير الولاة. كان الناس يحبوه ويحترموه، ما وجد واحد من المعتبرين يسب معاوية ولا يهجوه بقصيدة واحدة، أبدا. من خير سير الولاة لا نرضى سبا في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ما تعلمنا هذا؟ ما نشأنا عليه؟ نحترم كل الصحابة الذين كانوا مع علي والذين كانوا مع معاوية كما احترمهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: ما رأيت أحدا أسود من معاوية في السودد والقوة وعظمة السلطان والشراسة على الأعداء. قال: ما رأيت أسود من معاوية. قالوا له: يا عبد الله بن عمر، ولا أبو بكر ولا عمر؟ قال: كان أبو بكر وعمر أفضل منه، ولكنه كان أسود منهم. معاوية رضي الله عنه صحابي جليل من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خال المؤمنين، وإن رغم أنف الكبيسي وأنف الشيعة الرافضة جميعا، معاوية خال المؤمنين. يقول في مقطع بعنوان: حقيقة الكلب معاوية بن أبي سفيان بلسان الكبيسي. معاوية بن أبي سفيان كلب الذي شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه من أعظم ملوك الإسلام، وبأنه يركب سبج البحر ويرفع راية الإسلام، وأول أسطول في الإسلام خرج لفتح بلاد ما وراء النهر وركب البحر الأخضر، كان بقيادة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه.